لسه موجودين مع حضراتكم على الراديو 90 شيماء حافظ ومحمد نشأت في افصل واسمع. لما اتكلمنا على نجوم كبار بحجم الفنان الكبير عادل امام، فكمان يعني لازم نتكلم على واحده من اهم النجوم اللي حضرتك اشتغلت معاها في اخر عمل، وهي النجمه الكبيره الجميله ميمي جمال. تعالوا نسلم عليها. مساء الفل. مساء النور. منورانا وبسطانا دايما ودايما متالقه. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حبيبتي. احنا حبينا نعمل مفاجأة للأستاذ طارق رفعت، وعلى فكرة هو فعلا مش عارف ان انت حضرتك هتدخلي معانا على الهواء مباشرة دلوقتي علشان نتكلم عن ايجار قديم، وتوجهي ايه لطارق رفعت وهو بيسمع حضرتك. طيب هو دلوقتي معانا ولا معانا؟ مساء الخير يا هانم. ازيك يا باشا؟ ازيك يا ست الكل؟ انا اسمي سوريا وجدي. ازيك يا سوسو؟ الفنانة سوريا وجدي. وحشتيني يا سوسو. ازيك يا حبيبي؟ ازاي صحتك؟ انا تمام يا حبيبه قلبي. والله وحشتنا يا استاذ طارق. وحضرتك حبيبي. وحضرتك وحشتينا وحشتي الناس كلها. والله ربنا يخليك وحشتنا، وكان مسلسل جميل وكانت صحبه جميله، وكنتوا كلكم يعني مش قادره اقول لحد او حد لا، كلنا كنا عاملين عيله حلوه. دي حقيقه. وانت طبعا والله انت كنت من اجمل الحاجات اللي في العيله، وشرفتينا وكبرتينا كلنا بالشغل معاكي، كبرتينا مقاما واسما وكله بالشغل معاكي. حضرتك مخرج متميز وعارف ازاي بتجمع الناس وازاي بتاخد منهم. كنا لسه بنتكلم في القصه دي يا مدام ميمي، هل طارق رفعت مخرج ديمقراطي ولا ديكتاتور؟ لا ديمقراطي. معلش يا ميمي عشان الحلقه. قولي قولي يا مدام ميمي فهمينا بس احكي لنا. ديمقراطي؟ لا 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 مش ديكتاتور. لا 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 انا ما سمعتوش بيزعق ابدا، ولا هو بياخد اللي هو عايزه بهدوء، يعني بيفهم كل واحد هو عايز ايه بهدوء، وبالتالي الفنان لما بتيجي توجهه بطريقه لطيفه بيديلك احلى حاجه عنده. صحيح. اه كنت متوقعه النجاح الكبير للعمل؟ والله المجموعة اللي كانت موجودة حبهم لبعض وإحساسهم بأنهم عايزين يعملوا حاجة كويسة كانت مدياني هذا الإيحاء، يعني كنت حاسة إن إحنا هنبقى كويسين، يعني كويسين قوي دي طبعا دي بتاعت ربنا. صحيح. لكن أنا كنت حاسة إن إحنا هنبقى كويسين. حالة الحب والتفاهم دي فعلا ظهرت على الشاشة. ده حقيقي. وهقولك كمان من بدري جدا يا استاذه، من البدايه من عند استاذ كريم ابو ذكري واستاذ عمرو الدالي لما ابتدى المشروع حتى قبل ما نصور. ايوه. كنت يعني جالي شعور انك حاسه انه ده هيبقى عمل. أيوة. يعني ربنا ميسر له النجاح ان شاء الله. الاعداد بتاعتنا اللي كانت بدري في المكتب حتى قبل التصوير، وفي المناقشات اللي بعد كده في التصوير. ما هو ده الكويس الحلو اللي فيك انت، في انك انت بتحب تتعرف على الشخصيات، مش مثلا انت مش عارف مين فلان ومين فلان، انت عارفنا طبعا، لكن عشان تقعد تتكلم وتتكلم في موضوع الحدوته نفسها عشان تشوف اتجاه كل واحد، تفكير كل واحد عايز يعمل ايه، طبعا انت بتجمع. فاللي حصل ان المجموعه دي، وطبعا شريف منير مش قادرين نقول مش موجود معانا. طبعا طبعا شريف منير طبعاً. كان من الناس المهمه جدا جدا في العمل طبعا، والبنات كانوا حلوين قوي معانا، الهام وصلاح عبد الله طبعا، وشرنوبي وكله، يعني مش عايزه المجموعه كلها كانت حلوه مكمله بعض. الحمد لله. مدام ميمي حابه يعني من وجهه نظرك كده، شايفه ان المسلسل ده ممكن نعمل منه جزء تاني ولا هو كفايه عليه كده الجزء الاول؟ لا والله هو في امكانيه يتعمل فيه جزء تاني. الله. يا استاذ طارق بيقول ان هو بيفكر في انه يعمل لنا جزء تاني قريب جدا. لا والله. لا هو مش يعني مش مع الفكره دي، يعني لما حد بيقول له يقول لا خلاص هي الحدوته خلصت. لا الحدوته عماره كامله كلها مشاكل. صحيح. كل مشكله ممكن يتقال اتحلت ازاي، ايه اللي حصل، الايجارات بقت عامله ايه، الناس جداد سكنوا ناس مشوا. لا في فكره ممكن تبقى موجوده يا هانم. هذا المسلسل انا اخرجه ولا اكتبه؟ ما احنا ندور على حد يكتبه على طول. لا استاذ عمرو عمر طبعا نكلم عمرو. طبعا عمرو انسان جميل، عمل ده حلو، عمل 100 وش، وعمل يعني عمرو عامل الحاجات اللي دمها خفيف. هو عبقري بصراحه. مدام ميمي مجرد سماع صوتك بس بيضيف بهجه على اي حته في الدنيا، وفرحانين جدا ومبسوطين جدا لحضرتك، شرفتينا بالمداخله الحلوه دي.
شكرا يا نشأة، نورتينا طارق، والف مبروك، وربنا ان شاء الله يخلي كل حاجه حلوه بيعملها طارق تبقى جميله ان شاء الله. يا رب امين. بشكرك جدا النجمه الجميله ميمي جمال، نورتنا واسعدتنا في الحلقه.